أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن نواقض الإسلام ربما تصل إلى 100 أو أكثر. نحن نبقى أنها 400 في كتب الفقه ذا الحكم المرتد، ذكروا أنها تصل إلى 400. قال: والمشهور والمحدد عند علماء الأمة أنها 10. هذه أهم من النواقض هي هذه، وأعظمها هي هذه 10، وإلا فهي أكثر من ذلك. السؤال الثاني عن تفسير هذه 10، هذه أهمها وأعظمها.